سعادة جمعية السبيل، هذا أسعد العقيلي عضو مجلس إدارة جمعية السبيل. الأخ عرسلان بن قايد مدير أو المشرف على مركز الإحسان الخيري في مدينة الطاوين. إن شاء الله كلمة لأهل الخير. إن شاء الله جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نحن في بلدكم ننشط يعني. مش مشكلة، أنا أحسن نسجله مع الناس كي أحسن.